مدام عزة. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ممكن اتفضلي اسأل لو سمحت فضيلة الأستاذ على مشكلة عندي؟ اتفضلي الشيخ اسلام مع حضرتك. طيب ماشي، لو سمحت يا فندم. اتفضلي مع انا حضرتك. زوجة بقالي 35 سنة، كنت متجوزة وجوزي توفى من 3 شهور، بقاء بقاء لله. لله. وكنا عايشين عيشة كويسة جدا الحمد لله الفترة دي كلها، لغاية من شهر 4 جه تعب تعب جامد، يعني مرض خطير وتوفى. كنت انا واقفه جنبه انا وعياله، وعندنا ولدين متجوزين واقفين، احنا واقفين جنبه يعني، كنا معاه في كل، يعني طبعا كنا معاه، يعني مفيش حد. انا بعد ما توفى، المهم جالنا تليفون ان هو في زوجه تانية من 16 سنه، واحنا ما كناش نعرف اي حاجه، وكان عايش مع عيشه طبيعيه جدا معانا، وعيشه جميله جدا معانا. انا كنت بدبر كل حاجه، حج وعمره، تروحنا وراح حج ورحنا كل حاجه. السنه اللي فاتت راح عمره لوحده اول مره تحصل، عرفت ان هو بعد كده، بعد الموضوع ما عرفت ان هو اتجوز كان معايا. تمام. شرع حكم ربنا ايه في الكذب ده كله لمدة 16 سنة، وما كانش بيجيب عن البيت ابدا، ما كانش 16 بيجيب عن سنة البيت متجوز على حضرتك من 16 16 سنة؟ سنة وانا ما اعرفش، الا لما بعد ما توفى جالنا التليفون وتأكدنا من الجواز كل حاجة حاضر. يعني. وراح العمرة السنة اللي فاتت اول مرة تحصل في حياته، راح لوحده، تخيل طبعا على الموقف عشان يروح. بعدين عرفت ان هو اكيد كان معايا. طيب شرع هو ربنا ايه ان هو 16 عنده سنة أولاد منها يا مدام لا عزة؟ مفيش اولاد، بس شرع ربنا ايه بعد الحب ده كله والعشرة دي كلها اكتشف الموضوع ده، وهو كانت احلامه بالنسبة لنا اوامر انا وعياله، كنا عايشين عيشة كويسة وكل حاجة الحمد لله، وكنا مبسوطين جدا، كانش بيغيب عن البيت ابدا، انه يمكن كل سنة 2 3 كده يتحجج بأي حجة طبعا عشان يسيب البيت. شرع حكم ربنا ايه وهو رايح حج ومراته كذب عليا الكذبة دي؟ ينفع؟ انا مدمرة نفسيا ومش عارفة اعمل ايه، مش عارفة أعمل إيه بعد العمر ده كله، ولا وأكتشف الموضوع ده، أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا متدمرة نفسيا أنا وعياله على الكذب اللي كذبوا علينا الكذبة دي. حاضر. طب عيني يا مدام عزة، اتفضل يا فضيلتي. تقريبا نفس الحالة دي يا أستاذة لميا بنتعرض لها للسؤال، يمكن دي تالت أو رابع مرة خلال الأسبوع اللي فات ده، نفس الموقف نفس الحالة مع اختلاف بعض الأمور البسيطة جدا. في حالة أنا سئلت فيها قبل كده في قناة من القنوات، الزوج متجوز بقاله 16 سنة واكتشفوا الزواج ده بعد وفاته، يعني لو كان برضو نفس استمر الحالة. 16 سنة بعد ما توفى اكتشفوا موضوع الزواج. قصة تانية كانت معانا في برنامج من البرامج هنا في الحياة، 6 سنين اكتشفوا بعد 6 سنين. هو قصة الزواج بالنسبة له مش حرام، أنا كوني تزوجت على زوجتي مش حرام خالص، طالما عندي الأسباب القوية اللي تخليني أتزوج وأقدر أفتح بيت تاني وبيت تالت مفيش أي مشكلة. لكن زي ما بتقول المتصلة الكريمة كده، قصة الكذب إن أنا عايش بقالي سنين بكذب على بيتي وأهل بيتي. المهم كمان لما حضرتك سألتي هو عنده أولاد من الزواج التاني ولا ولا لا، لا. الزواج ده لو بقاله زي ما أنا بقول كده في حالة تانية غير دي 16 سنة، ما هي دي 16 سنة برضه. وخلف وخلف من 16 سنة، يعني اتجوز 16 سنة، بعد بعد سنة يعني 15 سنة عنده طفل أو طفلة، عندهم دلوقتي 15 سنة 14 15 سنة سنة بقت مثلا، عروسة مثلا بنته، أو بقى ابنه ده راجل كبير 16 سنة مش صغير يعني، أو 15 سنة. طيب النهاردة بعد ما حضرتك توفيت أو خلاص الحياة انتهت، الأولاد اللي عندهم 15 سنة و13 سنة انت ظلمتهم دول هيعرفوا اخواتهم اللي هم من ازاي؟ الزوجة الأولى طبعا. ازاي؟ وبعد وفاتك لما الأولاد دول يجتمعوا، هل ولاد الزوجة الأولى مع ولاد الزوجة الثانية هيشعروا ان هم اخوات؟ انا نفترض ان انا هتجوز، مش هينفع ان انا اروح استأذن من زوجتي، يعني مفيش زوجة في الدنيا زوجة هيروح يقول لها انا محتاج اتجوز او عندي عروس عايز اتجوز وهي هتبارك له الف مبروك وتزغرط له وتقول له يلا اتفضل واحنا هنيجي نزفك، لا طبعا مش هتوافق. لكن انا لو عندي الاسباب انا ممكن اتجوز، وبعد اسبوع او 2 او 3 لازم اعرف زوجتي الاولى بالحاله دي وبالزواج ده. ويمكن انا قلت قبل كده قصه يا استاذه لميا، بس انا قلت انها قصه خياليه، هي حصلت فعلا في الواقع، وواحد صديقي حكى لي عليها، صديقي ده متجوز 3 يعني، فحكى لي القصه دي. القصه دي الراجل تاجر وكبير، وبعدين هو كل يوم بيروح يتغدى في البيت ويرجع تجارته تاني، فجه في فتره
منع الغداء في البيت. الزوجة الأولى شكت إن في حاجة، فبعتت البنت اللي بتشتغل عندها في البيت تشوف وقت الغداء بيروح فين، موجود ولا مش موجود. مش موجود ومشيت وراه وعرفت المكان اللي هو بيروحه. الزوجة الأولى عقلة قوي فتأكدت إن هو اتجوز، المهم إن هو ما يكونش حرام. تأكدت إن هو تزوج. عرفت القصة دي كم سنة مدام لميا؟ وهي ساكتة، ساكتة ما اتكلمتش معاها 10 سنين متجوز عليها وهي عارفة، وهو متخيل إن هي ما تعرفش. وبعد 10 سنين توفى. جمعت الميراث وعرفت التركة قد إيه، وعرفت نصيب الزوجة التانية قد إيه، وخدت نصيب الزوجة التانية وراحت لها وقالت لها ده نصيبك وأنا عارفة إن أنت متجوزة جوزي من 10 سنين عشان بتعامل ربنا، عشان بتعامل ربنا. أقول لك الأكتر من كده، الزوج ده لما تعب وحس إن هو هيموت طلق الزوجة التانية وقال لها أنت نصيبك في الميراث عندي كذا، ده نصيبك في الميراث، وطلقها علشان لو مات يبقى ادها حقها قبل ما يموت. قالت لها قبل ما يموت طلقني واداني حق من الميراث خوفا ان انتوا ما تعرفوش ان احنا متجوزين وانا حقي يضيع. عايز اقول للمتصله، شوفي القصه، عايز اقول للمتصله التمسي لزوجك بعد الوفاه، يعني ابحثي له عن اي عذر. يمكن يكون عنده اسباب بس هو ما رضيش يقول لك الاسباب للزواج عشان ما يجرحكيش. بالظبط، وهو يعني خلاص بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. بلاش تبقي تعبانه نفسيا. بالظبط كده، الله بلاش نفضل نقلب في الحاجات الوحشه اللي هو ممكن يكون عملها في الدنيا، لان هو خلاص دلوقتي في دار الحق. يمكن يكون في سبب مهم يا استاذه لميا، هو ما رضيش يقول لزوجته عشان ما يجرحش زوجته، حرصا عليها وعلى اولاده. في نفس الوقت ده في حاجه مهمه جدا، الست الذكيه اللي تعرف ان جوزها متجوز عليها ما تتكلمش معاه في موضوع الجواز. انت عارفه ليه؟ لو اتكلمت اصبح الزواج ده واقع وفعلي، يبقى كده الدنيا هتتقسم وكل واحد ياخد حقه. انت ليك ايام وهي لها ايام، لكن هو النهارده بيسرق وقت من وراكي عشان يروح لها. حتى لو عرفتي ما تتكلميش وسيبيه، ده كده انها فايدهن العظيم. ياخد التجربه. هي فاهمه كل حاجه بس بتاخد حقها برضه. وتالت ومتلت.